الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية العين البيضاء في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الشخص أنه يرى العين البيضاء في الحلم فهو علامة على الحزن والضيق لصاحب الرؤية. إذا رأى الشخص أن عينيه بيضاء فهو علامة على فراق شخص عزيز عليهم بالموت أو السفر، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة في المنام زوجها أو طليقها ورأى الشخص عينه بيضاء فهو علامة على اشتياقه لهم. رؤية العين البيضاء في المنام وبعدها اختفى البياض مرة أخرى علامة على رضا الله سبحانه وتعالى. رؤية ابيضاض العين في المنام علامة على اشتياق لشخص عزيز عليه. إذا رأى الشخص أنه أصيب في بياض العين في المنام علامة على الحزن والأذى الذي يشعر به الشخص. ابيضاض العين في الحلم يدل على انفراج الهم والأحزان. رؤية إفرازات العين في المنام هي علامة على غنى الشخص الذي رأى الرؤيا. إذا رأى الرجل إفرازات العين في المنام يدل على المال الذي سيحصل عليه. رؤية إفرازات العين في الحلم للحامل دليل على اقتراب الولادة لها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية العين المصابة الحمراء في المنام دليل على حدوث العديد من المشاكل في حياة الفتاة العزباء. رؤية عين مصابة في الحلم علامة على مشاكل يمكن أن تقع في حياة الفتاة العزباء. رؤية المتزوجة العين المصابة في الحلم علامة على خيانتها زوجها لها. رؤية الرجل الأعمى العين المصابة فهو علامة على حدوث العديد من الأشياء السيئة في حياته. رؤية الرجل للعين المصابة في المنام وفقدان لشخص عزيز عليه، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحاملة العين المصابة في المنام فهو علامة على المرض أو فقدان شخص عزيز عليها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية تنظيف العين من الأوساخ علامة على المخاوف الاجتماعية. تنظيف العين من الأوساخ في المنام هو علامة على العنف والمشاكل التي ستكون في حياة الشخص. حلم تنظيف العين من الأوساخ في الحلم علامة على أن لديه مهارة في حل الخلافات. إن كان الشخص يعاني من اضطرابات في حياته ويرى أنه ينظف الأوساخ من عينه فهو علامة على صلاح أحواله وصبره على البلاء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.